يحتاج الإنسان يتفقد حاله. إذا غاب عنك قيام ليلة فتذكر ذنبك في النهار، وإن وفقك الله لأن تقوم ليلة فقد أحب الله أن يراك واقفا بين يديه. والله إن خطواتك لماء وضوئك، فيغسل الله بها ذنوبا قد قلت، ثم خطواتك إلى مقام صلاتك، ثم وقوفك بين يدي ربك وأنت تقول بعد التكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم ما يفتح الله عليك تقرأ الفاتحة ثم تتوخى من آيات القرآن ما تتلوه، فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده، فإن الله يحب أن يسمع كلامه من عبده. وما عليك لو أخذت وأعدت وبدأت قول الله جل وعلا في الشعراء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تعيدها مرة مرتين ثلاثة. واحد، هذه الآية تفطر قلوبا قاسية، لأن الإنسان يخشى من الخزي يوم القيامة. وهذا الدعاء نسبه الله إلى من نسب الله له الملة، إلى خليله إبراهيم، فيقرأ الآية العبد الآية مرة بعد مرة: ولا تخزيني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لما تقرأ ولا تخزيني تستشعر أن الأمر كله بيده، إن شاء رفعك وإن شاء أخزاك، إن شاء قربك وإن شاء أبعدك، إن شاء رحمك وإن شاء خذلك، وأن أحدا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، وأن الأمر كله بيد الله. واستحضار دعاء الأنبياء من فقه القرآن، لأن الله قال في كتابه العظيم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فينظر الإنسان إلى هدي أنبياء الله كيف كانوا يدعون ربهم، فيتوخى طريقهم وينظر إلى صنيعهم ويسير على هديهم، لعل الله جل وعلا أن يرحمه. يلتم ربي أيا غافرا، رجوتك عفوا ولا لي سواك. ودمع